مباراه قويه ابتدت متكافئه ما بين الجامعتين. جامعه قناه السويس كانت اهدى وعارفه تتعامل مع الموضوع بثقه. الهدوء فرق جدا مع جامعه قناه السويس والتوتر اثر جدا على جامعه الزقازيق. طبعا المباراه ما اتحسمتش. اجابه صحيحه. الاجواء بتاعت الماتش صعبه للاسف، فلتت مننا ضربات الجزاء. قوه فريق الزقازيق اثرت عليا وخلتني مش عارف اركز في المساله، وخصوصا انها كانت الضربه الاخيره والحاسمه. فوز جامعه قناه السويس هيخلي جامعتين يودعوا البطوله. نفسي طبعا تكمل بان احنا نخطف الهدف الذهبي عشان ناخد ضربات الجزاء ونرجع تاني في الماتش، بس للاسف ربنا ما وفقناش، وبرده المباراه لسه ما انتهتش، ان شاء الله هنقدر نرجع في عجلتها. خلينا نشوف عجله الحظ هيبقى رايها ايه في ماتش النهارده، ويا ترى جامعه الزقازيق هتودع البطوله ولا عجله الحظ هتفضل مفاجاه وهترجع جامعه الزقازيق 3 نقاط بعد ماتش النهارده.